كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. صلاح السعدني معالي زايد في ريشة في مهب الريح، بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، فاطمة مظهر، عبد العزيز مخيون، رجاء حسين، ورشدي المهدي. شارك بالموسيقى والغناء والتمثيل محمد نوح. في مهب الريح، التأليف فاروق صالح، الإخراج محمد مرعي. يا أهالي القاهرة، ديوب المرسومات بالحاكم صادرة وعليكم التنفيذات. مرسومات الشغل بالنهار ممنوع منعا باتا، ترتاحوا في الدينار وتناموا من سكات. الشغل بالنهار ممنوع، لا اسواق تنفتح في شوارع او حارات، واللي يخالف كده يا ويله من العقوبات. امال نشوف شغلنا امتى؟ وانا امتى بيع الملوخيه؟ طب والجزاره لا مؤاخذه، والحمامات، والحلوتيه، والقماشين، والحلاقين، والحدادين، والنجارين، والساقه امتى يبيع ميه؟ الزحمه بالراحه عليا، التفسيرات يا جماعه جايه، لما الليل يبقى ساتر وتعتم السماء مسموح لكل تاجر بالبيع والشراء، وصاحب اي صنعة بالليل له ما يشاء على شرط يقيد له شمعة او قدي زيت يضاء، وبعد الفجر خفوا للدار. ده مش رجاء، ده مرسوم من يخالفه حينال اسوأ جزاء. الحاكم الفاطمي ابو علي المنصور حاكم بامر الله، مراسيمه حكمه ونور. سمعتي؟ هنفتح يا دلال بالليل ونقفل طول اليوم، ولسه يا ما نسمع، امال مين بالنهار بقى هيجيله نوم؟ حق عجايب دي الايام، ده زمن يا اختي ولا الروايات. يبقى خلاص تيجي الحمام بالليل، شغلنا فيه يا حكايات. وخشي بقى لا يجيلك برد من المشربيه دي بحريه. حاضر يا حكايات، حسقي الورد. الجو مش هنا يا عينيا، ما تزهقيش كده احسن حد يسمع. طب ادخلي يا زي. بتزعقي وصوتك عالي ياما، دي حاره بصوت اهدى. مالك يا بنت بقى ومالي قاعده لي ليه كده على الواحده؟ عشان بتعملي هالليله، عاجبك صوتك؟ لو ما كنتش الحيله كنت تويتك. تتوي بدع يا بديع، ابعدي عني زعلتيني. خلاص قطيع، هروح مرج. يقطعنا انا يا حبه عيني، ده انت الحبيبه وراحت البال. طب قلتي ايه بصراحه لدلال؟ قلت لها يعني تيجي الحمام بالليل ما دام صدر المرسوم. وحنشتغل بالليل؟ ده كلام؟ اهو ده المقدر والمقسوم. ايوه المقدر والمقسوم، ما انا بلانه زيك ياما. بلانه؟
ده اعلى حريم الام بيقولها مخصوص بالذمه، مش من بنات الكبرى كتير بنمشطهم ونكيسهم ونجملهم ونبلنهم بقى. ده يا بنتي زعلت؟ مش هو ده يما السبب؟ امال يا بدع اتلوى على غفله بوزك ليه شبرين؟ يما النهارده بشوف عجب وخايفه بكره اشوف عجبين. الخوف لحمام الذهب مرسوم يهده في غمضه عين. بتحبها يا سيدة بوريش؟ بديعة بديعة، دي نور عينيا. احكيلي بقى، احكيلي، سبت الحب تعيش في السمع انغام شجية يا شربجي؟ دي صبية رقتها نغمة في وتر، بشوفها قدام عينيا غزال مسمسم خطر، ولما غمض شوية بشوفها شمس وقمر. طب قول لها بقى تفوت عليا، يمكن يعود للنظر لعل يا ابني وعسى. اهي دي بقى الابلسة. انزل انزل يا شيخ شرباجي، خسارة فيك التوصيلة بحمار جديد انا لسه شاريه. ايه ريشة او انطاجي يعني؟ ما نضحكش الليلة، ده القلب يا ابني الهم مليه. سمعت بالمرسوم؟ اه، نشتغل بالليل. طب ونعمل ليه بالنهار؟ الله اعلم بقى، قول يعمل ايه الحمار. طب احنا مثلا بشر نقدر على التغيير، طب البهايم بقى وبالذات صغار الحمير هيقدروا يسهروا؟ ادي دقني لو قالوا اه. الامر امره بقى، حاكم بامر الله. هو يمخخ واحنا نقول له حاضر. يسا شرباجي. الليل جميل مش كده يا ريدان؟ جميل ونص يا مولاي. هدوء وراحة وصمت كمان، وساعات تكون فيه أمراية. أمراية إيه يا حزين يا جبان؟ ها؟ أنت بتتماشى معايا؟ أنا يا مولاي الحاكم بأمر الله. أنت الحزين اللي اخترناه يحمل مظلتنا والسيف. ده شرف عظيم عمري ما بنساه. لكن تذكر إنك ضيف وممكن وممكن إيه؟ تقتلني في يوم؟ ما هو كل واحد له يومه. يا رب ليه ده الغول بيدوم؟ انا عاشق الليل ونجومه. شوف لما سرحان بملانة ولا بجزر ولا بخرشوف، شوف لما تجارك احيانا تسرح في جو الليل والطوف، شوف لما حداد بالسندان او حتى نجار بأدومه يشتغلوا والليل الهيمان تشاور لهم منه نجومه. مش دي السعادة الأبدية؟ طبعا يا مولاي الحاكم بأمر الله. علشان تنور لياليهم منحتهم مرسومي تكريم. الناس جميعا مبسوطين ولسه يا ما نحريهم. ده انا عندي مراسيم ورا مراسيم. بدايته مش بدايته. قصدك ايه يا برجوان؟ قصدي اقولك ان اخوكي يمكن اتصاب بالجنان، حد يؤمر الرعية تتحرم شغل النهار؟ اخويا هو الحاكم بامر الله، وانا الواصي عليه يا ست الملك. كنت اما كان صغير، ما انت كمان شيء يحير. انا يا ست الملك؟ ايوه يا زير النساء، غرقان في غراميات من الصبح حتى المساء داير ورا الستات. عيب ما انت راجل كبير عجوز وراضين بيك، اتلم صح الضمير بصلنا تشبع عينيك. غيرك مفيش في القلب وحدك عليم الرب.
ده الكلام انساه يا صاحب الإمارة والوزارة. برجوان، أنا حمشي لكن عندي ليك آخر عبارة. اللي بيته من الإزاز ليه يحدف بالحجارة في بيوت الناس؟ يا جاحد، ده العتاب وياك خسارة. بلدنا حلوة، الشط جميل، والنيل بيسمع همستنا. النيل بقاله زمن حيران يا بديعة مشتاق سعادتنا. ما احنا في سعادة، وانا وياك. وياي وانا وياك كمان عايشين في احزانها معيشة. بقى ده كلام برضو تقوله؟ فين الامل بس يا ريشة؟ ريشة، وانا اللي اسمي ابو الريش. الله يجازي مين سماني. خلفني بدري وسابني اعيش واشرب شقا كل زماني. لا ده انت قلبها حزيني يا بديعة من همي وضيقي. هارف نفسك ليه يعني؟ احلامي تاهت في طريقي. اتعلمنا كتير، مين بالتعليم داري؟ في زماننا يا بديعة الكاتب والقاري بقى حاله من حالي، فاهمة ازاي؟ مكاري، والمكاري يعني شريله حمار نازل فيه تأجير. الدنيا ما تسواش بصلة، الدنيا دي زي المشوار والفرفشة عايزة مواصلة. ما انا قلتلك انا عندي حمار. بيأجروا يوم امير ويوم وزير مني يا بدع. ركبت مرة عليه فقير وقف وقال مش راحة برطع. ما انا برضو شغالة بلانة والشغل ماشي معايا تمام. اميرات يجوني وبأمانة من ايدي يبقوا قمر بسام. ويا ريشة، ما بيني وبينك اكره ما عندي دخول حمام. وصلنا مصر يا ولادي. حيوا معي حمزه اللبان. يعيش امير الدعاء ومنقذ الحائرين. من النهارده بقى جهادنا واجب وكل اجان بميعاد. غدا ريشه في مهب الريح. شارك بالتمثيل إسلام فارس، رقية أحمد، محي الدين عبد المحسن، يسرية الحكيم، محمد إسماعيل، شريف صبري، رشوان سعيد، والطفل إسلام الأمير. مراجعنا النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابنة تغري بردي. بدائع الظهور في وقائع دهور لابن إياس. وفايات الأعيان لابن خلكان. ومصادر أخرى. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم، طارق إمام. المخرج المساعد جمال حماد. ريشة في مهب الريح، مع تحيات فاروق صالح، محمد مرعي.